أولا إن عقد العمل هو عقد مسمى وعقد رضائي. ما معنى عقد مسمى؟ أخذتم في قانون التزامات العقود أن العقود على أنواع متعددة، من ضمنها العقود المسمات والعقود غير المسمات. العقود المسمات هي العقود التي أعطاها المشرع تسمية معينة، هي التي نظمها ووضع أحكاما لها، هذه العقود المسمات. وعلى خلاف ذلك العقود غير المسمات هي العقود التي لم يعطها المشرع أي تسمية ولم ينظمها ولم يضع لها أحكاما خاصة بها. عقد العمل هو عقد المسمى، أي إن المشرع المغربي قد أعطاه تسمية معينة وقد نظمه ووضع له أحكاما معينة، أحكاما معينة. وهو عقد رضائي، رأينا بأن العمل كي يعتبر عنصرا من عقد العمل يجب أن يؤدى بك في رضائية. رأيتم هناك العقود الرضائية وعقود غير الرضائية. العقود الرضائية تقوم على التراضي بين الطرفين، عقد العمل عقد رضائي ولا يلزم شخص بالاشتغال لدى الغير. من خصائص عقد العمل كذلك أنه عقد من قبيل عقود المعاوضة، أي إن كل طرف يأخذ مقابل لما يعطي. العامل يقدم عملا لمصلحة مشغله، يأخذ مقابل ذلك ماذا؟ يأخذ أجرا. المشغل يقدم ماذا؟ الأجر. يأخذ مقابل ماذا؟ يأخذ العمل. ولهذا نقول إن عقد العمل هو من قبيل عقود المعاوضة. عقد الشغل هو من العقود الزمنية التي يدخل الزمن فيها محددا جوهريا لحساب الالتزامات، ليس عقدا فوريا. أخذت في مدخل في قانون زمنية العقود أن العقود إما أن تكون عقودا فورية إما عقود زمنية. عقود زمنية يتراخى تنفيذها في الزمان. العقود الفورية يعني تبرم وتحل أثرها فورا، أما عقد العمل فهو عقد زمني يتراخى في الزمن، يتراخى في الزمن ويكون الزمن محدد جوهري للالتزامات وحقوق كل من طرفين. عقد الشغل عقد يقوم على الاعتبار الشخصي. قلنا فيما يتعلق بالعمل كعنصر من عناصر عقد العمل أن هذا العقد أن العمل يجب أن يؤدى بكيفية شخصية، لأن أنا كمشغل حينما أتعاقد معك أنت كأجير أتعاقد معك انطلاقا من ماذا؟ من اعتبارات شخصية خاصة بك، مؤهلاتك، تجربتك، حنكتك، شهاداتك إلى غير ذلك. ولهذا نقول إن عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي. ولذلك إذا توفي العامل فإن هذه الوفاة تؤدي إلى انقضاء عقد العمل، على خلاف ما لو توفي المشغل لا تؤدي وفاته إلى انقضاء عقد العمل وإنما يبقى مستمرا مع خلفه. وهذه أمور تندرج في إطار المبادئ التي يقوم عليها قانون الشغل. طبعا لضيق الوقت لن نتعرض إلى أشكال عقد الشغل ونمر مباشرة إلى ما يليه اللي هي الآثار التي يرتبها هذا العقد، طبعا بعد أن نكون بعد تناول الكيفية التي يبرم بها. إذا قلنا إن عقد العمل هو اتفاق بين طرفين اثنين، العامل من جهة وصاحب العمل من جهة ثانية. بمقتضى هذا العقد أحدهم يقدم عملا لمصلحة الآخر اللي هو المشغل في إطار من التبعية. طبعا هذا العقد لكي يرتب الآثار المتوخة منه لابد أن يبرم، ولكي يبرم العقد لابد أن يستجمع الأركان الخاصة به. وفي هذا الصدد نقول منذ البداية إنه لا يوجد اختلاف ما بين عقد العمل وسواه من العقود من حيث الأركان المستلزمة لهذا الإبرام. عقد الشغل يشترك مع غير العقود في الأركان اللازمة لإبرامه اللي هي الأهلية، وإن كنا نختلف مع المشرع المغربي في استلزامه للأهلية أو الاعتبار الأهلية كركن أركان العقد. الأهلية كما أقول دائما هي شرط لصحة الرضا وليست ركنا في العقد، ولهذا لا بد وأن يستجمع العقد الأركان اللازمة لإبرامه اللي هي الرضا اللي هي المحل واللي هي السبب. يبقى التساؤل يثار، هل عقد الشغل قلنا منذ لحظات إن عقد الشغل هو عقد رضائي، هو عقد رضائي وليس بعقد شكلي، ولكن
المشرع المغربي في بعض مقتضيات مدونة الشغل استلزم الكتابة في بعض عقود الشغل. ومن هنا التساؤل يثار، هل عقد الشغل يعد عقدا شكليا أم عقدا رضائيا؟ قلنا إنه عقد رضائي، ولكن هل المشرع يستلزم فيه أن يكون مكتوبا؟ إذا انطلقنا من مقتضيات المادة 80 من مدونة الشغل، وهي المادة المتعلقة بإمام عقود الوكيل أو الممثل التجاري. نقول إن المشرع المغربي استلزم في عقود هذه الفئة من فئة الأجراء أن تكون عقودهم عقودا مكتوبة. انطلاقا من المادة 501 من مدونة الشغل، كل عقد تكون طرف فيه مقاولات التشغيل المؤقت يجب أن يكون عقدا مكتوبا. انطلاقا من المادة 516، العقود التي يبرمها الأجراء الأجانب في المغرب يجب أن تكون عقودا مكتوبة. عقد الشغل البحري يجب أن يكون عقدا مكتوبا. هل معنى هذا أن المشرع المغربي قد حاد عن الرضائية وأخذ مسلك الشكلية؟ أنا أقول لا، أقول إن هذه إن استلزام الكتابة هنا هو للإثبات وليس للإنعقاد. إن الإثبات في نظري هنا للإثبات وليس للإنعقاد، أو يمكن أن نقول إن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه، ويبقى الأصل أن عقود العمل انطلاقا من دون الشغل هي عقود رضائية لا تستلزم فيها الكتابة، وبالتالي يمكن إثبات عقد العمل بكافة وسائل الإثبات باعتباره واقعة مادية. إذن حينما نقول إبرام عقد العمل لابد أن تستجمع في أركان لازم لإبرام العقود بصفة عامة. لماذا يبرم هذا العقد؟ لكي يرتب آثار معينة، ولهذا التساؤل يثار، ما هي ترى الآثار التي يرتبها عقد العمل؟ إذن عقد العمل يخول حقوقا ويفرض التزامات. العامل أو الأجير له حقوق وعليه التزامات، وصاحب العمل له حقوق وعليه التزامات. فما هي ترى الالتزامات التي تقع على عاتق الأجير؟ انطلاقا من كون عقد عمل عقد تبادلي يرتب التزامات متبادلة في ذمة طرفيه، العامل أو الأجير وصاحب العمل. من الالتزامات التي تقع على عاتق الأجير، أول التزام هو أداء العمل المتفق عليه، المادة 6 من مدونة الشغل، وكذلك المواد 21 و 39 من هذه المدونة. كما قلنا إن عقد العمل يعتبر العقود التبادلية التي ترتب الالتزامات المتبادلة في ذمة طرفيه، أول التزام يقع على العامل هو أداء العمل المتفق عليه مع مشغله، ويجب عليه أن يؤديه بنفسه، لأن قلنا إن عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي، لذلك إن الأجير لا تبرأ ذمته إلا إذا أدى العمل بكيفية شخصية، لأن شخصيته تكون محل اعتبار عند التعاقد، وكفاءته تكون مأخوذة باعتبار عند التعاقد، وأمانته تكون مأخوذة باعتبار عند التعاقد. هذه كلها معطيات تكون محل اعتبار عند إبرام العقد، لذلك لا يجوز للأجير أن ينيب عنه غيره أو أن يحل غيره عنه في أداء العمل. طبعا لن نقول إن هذا العامل في أداء العمل يجب أن يبذل كل ما في وسعه لمن عناية، وأن يبذل ما يبذل الشخص المعتاد بحيث يظل مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي فعل من أفعاله أو إهماله أو تقصيره. ثاني التزام، التزام الأجير بالمحافظة على الأشياء التي تسلم إليه، التزام الأجير المادة 22 من مدونة الشغل. طبعا أنا كمشغلين أنا مستفيد من عملك، ولكن لكي تنهض أنت بالتزاماتك أنا أقدم لك أدوات العمل، أقدم لك كل ما يمكنك من الوفاء بهذا الالتزام الجوهري لأداء العمل، فيجب عليك أن تحافظ الأشياء التي تسلم إليك، وكل إهمال أو تقصير من قبلك أنت كعامل
نجمع على إتلاف هذه الأمور فإن لا تكون مسؤولا في مواجهة صاحبي العمل، بل إن أي ضرر جسيم يلحق بهذه الأشياء عن عمد أو حتى عن إهمال أو رعونة يعد خطأ جسيما يبرر الطرد بدون أي تعويض انطلاقا من المادة 39 من مدونات الشؤون. إذن يجب على العامل أن يحافظ على الأدوات، على التجهيزات، على الآلات، على المواد الأولية التي تخول له لكي يقوم بالعمل، وكل إتلاف لها بصفة عمدية أو نتيجة إهمال فادح يعد بمثابة خطأ جسيم يمكن أن يؤدي الفصل من الشغل بدون أي تعويض. ثالث التزام يقع على عاتق العامل هو الائتمار بأوامر المشغل، الائتمار بأوامر المشغل. قلنا إن العمل الذي تخضع له التي يخضع لهذه المدونة القانون الشغل هو العمل التبعي. ما هو العمل التبعي؟ العمل التبعي كما قلنا في البداية هو كل عمل يؤدى في إطار الإشراف والرقابة والتوجيه. إذا لا يمكن لي أنا كمشغل أن أشرف عليك، أن أراقبك، أن أوجهك إذا لم أكن مقدوري أن أعطيك أوامر وتوجيهات وتعليمات يجب عليك أن تنفذها. ولذلك من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق العامل الاعتمار بأوامر المشغل، وكل إهمال، كل عدم تنفيذ لهذه الأوامر والتعليمات يعد خطأ جسيما، يخول للمشغل الحق في إعمال حقه في إنهاء بدون أي تعويض. طبعا حينما نقول الأوامر والتعليمات من قبل المشغل فيجب أن تكون هذه الأوامر وهذه التعليمات في حدود القانون، أنا كأجير أنا ملزم باحترام أوامر وتعليمات مشغلي، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار القانون، في إطار الآداب العامة. لا يمكن لي أن تعطى لي تعليمات أوامر مخالفة للقانون وأنفذها. إذن احترام الأوامر والتعليمات يجب أن يكون في إطار القانون، في إطار احترام قواعد العامة، في إطار احترام الآداب العامة، في إطار احترام أخلاقيات المهنة. كل تعليم، كل أمر، كل توجيه مخالف أخلاق المهنة فإن ويكون من حقي، بل من واجب هذا العامل ألا ينفذه، من الالتزامات الجوهرية كذلك ليس قوى على عاتق العامل الاحتفاظ بأسرار الشغل. طبعا حينما يكون الأجير يؤدي عمل في إطار مقاولة طبعا يعرف كثير من الأسرار داخل هذه المقاولة، فأنت كأجير أنت ملزم بالمحافظة على هذه الأسرار، وكل إفشاء لها يعد خطأ جسيما المبرر للطرد إذا اقترن هذا الإفشاء بضرر للمقاولة المادة 39 من مدونة هذه الشغل. وطبعا حينما نقول إن الأجير يكون ملزما باحترام بالمحافظة على الأسرار ديال المقاولة، طبعا إن هذه الأسرار كما من خلال التسمية ديالها هو ملزم بمراعاتها بعدم إفشائها طالما أنها أسرار. أما إذا توصلت غير هذه المقاولة إلى ما توصله المقاولة ولم يعرف الأمر سرا وأفشوا هذا الأجير فلا مجال لإعمال هذا الالتزام في هذا الإطار. أكثر من ذلك، إذا كان المشرع المغربي ينص على أنك أنت كأجير تكون مسؤولا مسؤولية مدنية عن إفشاء الأسرار للمقاولة ويعد هذا خطأ جسيما إذا اقترن ذلك بضرر لها يخول الفصل من أي تعويض، فإن الأمر لا يقف عند مجرد مسؤول مدنية وإنما يصل إلى حد المسؤولية الجنائية إذا تعلق الأمر بمقاولة صناعية. ولذلك كل أجير أفشى سرا من أسرار مقاولته إذا نجم عندك ضرر إذا كانت هذه المقاولة مقاولة صناعية فإن هذا الإفشاء لا يرتب فقط مسؤوليته المدنية وإنما كذلك مسؤوليته الجنائية، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء هذا العقد الذي بين الطرفين. إذن خامسا،
عدم منافسة المشاهين. المادة 9 من مدون الشغل، والمادة 109 من قانون المزاحمات والعقود. إذن حينما نقول عدم منافسة المشاهين، ما نقصد بذلك؟ أي إنك أنت كأجير عند انتهاء العلاقة الشغلية بينك وبين هذا المشغل، يجب عليك ألا تمارس عملا من جنس العمل الذي كنت تمارسه عند مشغلك. بمعنى آخر، أي إنك أنت ملزم بعدم إنشاء مشروع منافس للمشروع الذي كنت تشتغل فيه، أو ألا تشتغل عند صاحب عمل منافس لمقاولك الذي كان يشغله. طبعا هذا بعد انتهاء العلاقة الشغلية. وطبعا حينما نقول هذا التزام يقع عليك، التزام رهين بماذا؟ بأن يكون عقد الشغل قد ضمن شرطا بعدم المنافسة، شرطا بعدم المنافسة. إن إعمال هذا الالتزام على المنافسة لا يعمل به إلا إذا كان مضمنا في عقد الشغل المبرم بين الطرفين، فهو ليس بالتزام قانونيين على غرار عدم إفشاء الأسرار، عدم إفشاء الأسرار، إنما هو التزام مصدر العقد. فإذا أراد المشغل أن يحمي نفسه من منافسة أجري عند انتهاء العلاقة الشغلية، فما عليه سوى أن يضمن العقد هذا الشرط. أما إذا كان العقد خاليا من هذا الشرط فلا مجال للتحدث عن شرط عدم المنافسة. طبعا هذه بعض الالتزامات التي تقع على عاتق الأجير، ما إضافة التزامات أخرى قد يتضمنها العقد والعقد شريعة المتعاقد. إذن قلنا إن عقد الشغل يرتب التزامات على عاتق طرفيه، الأجير من جهة والمشغل من جهة ثانية. التساؤل يثار، إذا أخلى الأجير بأي التزام من هذه الالتزامات، فما هي ترى، فما يترى الجزاء الذي يترتب على هذا الإخلال؟ إن العلاقة ما بين الأجير والمشغل هي علاقة تعاقدية، إذن أي إخلال من قبل الأجير يعد إخلالا بالتزام تعاقدي. إذن إن يكون إزاء خطأ وإزاء ضرر وإزاء علاقة سببية، فيمكن للمشغل أن يطالب بماذا؟ أن يطالب بالتعويض أمام القضاء. ولكن نادرا ما يلجأ المشغل إلى هذا، إلى هذه الإمكانية، لعدم يسار الأجير في معظم الحالات، إن لم نقل في كل الحالات. تبقى طبعا أمام المشغل إمكانية ثانية، ألا هو الفسخ، أن يطالب بفسخ العقد. وأخذتم في قانون التزامات العقود ما هو الفسخ. الفسخ هو جزاء يلحق العقد نتيجة عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته التعاقدية أو إخلاله بهذه الالتزامات. ونادرا كذلك ما يلجأ المشغل إلى هذه الإمكانية. إذن إلى جانب هاتين الإمكانيتين، المشرع المغربي يخول لي المشغل إمكانية ثالثة، وهي الجزاء التأديبي. أي إن المشرع المغربي خول للمشغل الحق في تأديب، في ممارسة السلطة التأديبية على أجرائه المخلين بالتزاماتهم التعاقدية، بالتزاماتهم الملتزمين. إذا المفروض أن الجزاء هو من قبل السلطة العامة، استثناء الشريعات المقارنة ومن ضمن الشريعة المغربية خولت المشغلين هذه المكنة، هذا الحق. طبعا الفقه يختلف حول الأساس القانوني لهذه السلطة التأديبية. هناك من يقول إنه تفويض من قبل السلطة، هناك من يقول إن طبيعة عقد الشغل، هناك من يقول إن هناك نظرية مشروع، وهذه أمور محل خلاف. إذن لغادي نبقاو نذكروا أن عند إخلال الأجير بأي التزام من التزاماته، سواء تلك المفروضة قانونا أو تلك المفروضة بمقتضى العقد، إن المشغل يكون أمام جملة من الإمكانيات، إما أن يطالب بالتعويض أمام القضاء، إما أن يطالب بفسخ العقد، وإما أن يلجأ إلى إعمال سلطته التأديبية التي يخولها إياه المشرع المغربي على غرار غيره. ولهذا التساؤل يثار، متى يمكن للمشغل
أن يحرك هذه السلطة التأديبية. طبعا هذه السلطة التأديبية لا يمكن أن تحرك إلا عند اقتراف الأجير لأي خطأ من الأخطاء التأديبية. حينما يقترف الأجير خطأ يكيه أنه خطأ تأديبي يستوجب العقاب، فيمكن للمشغل أن يحرك ساعتها يحرك ماذا؟ سلطته التأديبية ويوقع العقوبات التأديبية المناسبة على هذا الأجير المخل بالتزاماته. طبعا حينما نقول أخطاء تأديبية، نقول أخطاء تأديبية، المشرع المغربي لم يحدد لنا هذه الأخطاء التأديبية. إذا أخذنا مثلا في الجنائي نقول لا جريمة ولا عقوبة إلى من السابق، معنى النيابة العامة لا يمكن أن تتابع أي شخص إلا عن فعل يعد جريمة في حكم القانون، ولا يمكن للقضاء أن يوقع عليك أي عقوبة إلا إذا كانت هذه الأخيرة منصوص عليها قانونا. بالنسبة لي قانون الشغل أو لمدونة الشغل خولت لي المشغل الحق في تأديب الأجراء عند اقترافهم للأخطاء التأديبية، ولكن المشغل المغربي لم يحدد لنا هذه الأخطاء التأديبية التي إن اقترفها المشغل الأجير تحرك في مواجهته العقوبات التأديبية، ولما ترك ذلك لمطلق السلطة التقديرية للمشغل، ولكن طبعا تحت مراقبة القضاء. المشرع المغربي اكتفى بماذا؟ بأن سن لنا جملة من الأخطاء التي اعتبرها أخطاء تأديبية جسيمة، أخطاء جسيمية انطلاقا من مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل. ولذلك أن نقول إن من جملة الأخطاء التي إن اقترفها الأجير تحرك في مواجهته السلطة التأديبية رفضه إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون أي مبرر. قلنا منذ لحظات إن من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق الأجير القيام بالعمل، القيام بالعمل وأن يقوم به بكيفية شخصية، هذا هو أهم التزام يقع على عاتق الأجير. إذن كل رفض للأجير للقيام بالعمل يدخل من ضمن اختصاصه بكيفية عمدية وبدون مبرر يعد خطأ جسيما يبرر خضوعه للسلطة التأديبية للمشغل. إذا ولكن رفض القيام بالعمل ليس كل رفض للقيام بالعمل يعد خطأ جسيما يبرر الطلب، وإنما يجب أن يكون هذا العمل الذي رفض الأجير القيام به يدخل في صميم اختصاصه. أما إذا كان عملا من غير صميم اختصاص هذا الأجير ورفض القيام به فلا يعد هذا إخلالا بالتزامته ولا يعد مبررا لتحريك السلطة التأديبية في مواجهته. إذن رفض القيام بالعمل يجب أن يكون هذا الأخير من اختصاص الأجير، وأن يكون هذا الرفض رفضا عمديا غير مبرر. أما إذا كانت هناك مبررات دفعت هذا الأجير إلى القيام بالعمل فإن هذا لا يعد خطأ وبالتالي لا يخول للمشغل الحق في تأديبه. من الأخطاء التأديبية كذلك التغيب عن العمل بدون مبرر مشروع لكي تنجز عملك، وهو التزام جوهري، يجب أن تحضر إلى مقر العمل إلى المكان الذي يحدده إياك المشغل. ولهذا نقول إن كل تغيب غير مبرر عن العمل يعد خطأ تأديبيا يحرك المسؤولية التأديبية. طبعا المشرع ينص على أن تغيب لأكثر من 4 أيام يعد مبررا للفصل، أو 8 أنصاف يوم خلال 12 شهرا يعد كذلك خطأ جسيما. إما إذا كان تغيبا لمدة 4 أيام متصلة يعد خطأ جسيما، أو 8 أنصاف اليوم خلال السنة يعد خطأ تأديبيا يبرر الفصل، يعد خطأ جسيما يبرر الفصل بدون أي تعويض. التساؤل يثار ونقول إذا كان تغيب الأجير عن عمله مبررا أي لديه أسباب وجيهة دعته إلى هذا أو فرت عليه التغيب، هل يعاقب؟ نقول لا. حينما نقول إن التغيب عن العمل يعد خطأ
يعني يخول الحق بتحريك صوت إديبيا، إن التغيب الذي يخول الحق بتحريك هذا صوت إديبيا هو الذي يكون غير مبرر. أما إذا كان مبررا كما لو كان الأجر مريضا أو لدواعي عائلية أو ما شابه ذلك، وطبعا الأمر مطلق صدر القضاء، فإنه لا حق للمشغل في لحق المشغل في تأديبه. الاعتداء بالضرب، قد يقوم الأجير أثناء العمل بالاعتداء بالضرب سواء على مشغله أو على أي من زملائه أو على مرؤوسه أو على أي من المتعاملين مع المقاول، فإن هذا يعد خطأ جسيما يبرر الطرد فورا بدون أي تعويض. كل اعتداء بالضرب على أي شخص متواجد داخل المقاولة يعد خطأ جسيما، سواء كان الشخص هو مشغله نفسه أو أحد مرؤوسي الأجير أو أحد من زملائه أو أي من المتعاملين مع المقاولة، هذا يعد إخلالا بالسلوك القويم وبسلوك حسن داخل هذه المقاولة. نشير فقط إلى أن المشرع المغربي كان سابقا ينص على أن كل تشاجر داخل المقاولة يعد خطأ جسيما، كل تشاجر. أما في إطار مديرية الشؤون فحول التشاجر إلى اعتداء بالضرب. إذن طبعا إحنا ما نقول اعتداء بالضرب، إن هناك معتدي ومعتدى عليه، فالذي يعد معتدي هو الذي تحرك في مواجهته السلطة التأديبية. استعمال العنف أو الاعتداء البدني لعرقلة سير المقاولة، كل اعتداء، كل استعمال العنف عن طريق الضرب، عن طريق أي وسيلة، وكل اعتداء بدني سواء على المشغل أو على الرؤساء في العمل أو على الزملاء أو على المتعامل داخل المقاولة، إذا كانت الغاية منه عرقلة سير المقاولة يعد خطأ جسيما. قلنا فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الأجير أنه يجب عليه أن يحافظ على الأشياء التي تسلم إليه لأداء عمله، سواء كانت أدوات أو مواد أو تجهيز أو ما شابه ذلك. وبالتالي فإن كل إتلاف لهذه الأدوات أو التجهيزات أو المواد يعد خطأ جسيما يبرر الفصل بدون أي تعويض، بشرط أن يكون هذا الإتلاف عمديا أو أن يكون إتلافا ناتجا عن إهمال فادح. إذن كل إتلاف عمدي أو إتلاف نجح أو عمدي أو عن إهمال، إذا نجم عنه مساس بالتجهيزات أو بالأدوات أو بالمواد المخولة للأجير لقيام بالعمل يعد خطأ جسيما يبرر الفصل بدون أي تعويض. المقاولة عبارة عن منشأة صغيرة، مجتمع صغير يجب أن تسوده القيم الصالحة، يجب أن يسوده الأمن والطمأنينة، يجب أن يسوده السير الحسن داخل هذه المنشأة. وبالتالي كل ما مش إليه أن يحول دون هذه الأمور يعد خطأ. وبالتالي فإن كل إذا أتى الأجير في حالة سكر أو إذا تعاطى لأي مخدرات يعد هذا خطأ جسيما، هذا خطأ جسيما. وطبعا إنه لا اختلاف فقهيا هل تعاطي السكر أو تعاطي المخدرات يجب أن يكون داخل المقاولة، أم يأتي الأجير في حال سكر أو متعاطي هذه المخدرات إلى مقاولة. أنا أقول إن كل تعاطي لهذه المخدرات سواء كان داخل المقاولة أو أن يأتي في حالة سكر يعد هذا خطأ جسيما يبرر الطرد داخل هذه المقاولة، لأن المقاولة سمعة وهذا مساس بسمعة هذه المقاولة. كذلك يعد من الأخطاء الجسيمة السب، وإن كان المشرع المغربي ساكنا سب، السب إذا كان السب الفادح، السب الموجه للمشغل، السب الموجه للرؤساء، السب الموجه للزملاء، السب الموجه للمتعاملين مع المقاولة، إذا صدر من أي أجير يعد هذا إخلالا بالسير الحسن وبالسلوك الحسن داخل المقاولة، وبالتالي يعد خطأ تأديبيا
يخول للمشغل الحق في تحريك السلطة التعذيبية في مواجهة هذا الأجير المخل بالالتزامات ديالو. من الأخطاء كذلك التي إن اقترفها الأجير تحرك في مواجهته التعذيبية إفشاء أسرار المؤسسة المشغلة، إفشاء أسرار المؤسسة المشغلة. إذا قام احنا قلنا إن من الالتزامات التي تقع على الأجير عدم إفشاء الأسرار، إذا إفشاء السر يعد خطأ تأديبيا، خطأ تأديبيا يخول للمشغل الحق في تحريك هذه السلطة التأديبية. وكما قلنا في إذا تعلق الأمر بمؤسسة صناعية فإن المسؤولية تكون ليس فقط مسؤولية مدنية ولما كذلك مسؤولية جنائية. ومن الأخطاء كذلك التي تعتبر أو المخولة لتحريك السلطة التأديبية السرقة وخيانة الأمانة. السرقة جريمة وخيانة الأمانة كذلك جريمة، إذا اقترن جريمتين عند تلتقي السرقة وخيانة الأمانة كجريمتين وخطأ جسيمين يمكن أدياء الفصل على العمل دون أي تعويض. ضوء إذا اقترب الأجير أي عمل من هذين العملين فهذا طبعا يحرك المسؤولية التأديبية بالإضافة إلى تحريك المسؤولية الجنائية. الفساد والتحريض عليه داخل المقاولة يعد كذلك خطأ جسيما. ارتكاب الأجير لخطأ ولو يسير إذا نجمت عنه خسارة مادية جسيمة. نحن هنا نتحدث عن الأخطاء الجسيمة، ومع ذلك أقحم المشرع المغربي في المادة 39 كل خطأ حتى ولو لم يكن جسيما إذا نجمت عنه خسارة مادية جسيمة فهذه تخول الحق في الفصل بدون أي تعويض. هذه إذن جملة من الأخطاء التأديبية التي إن اقترفها الأجير تحرك في تخول للمشغل الحق في أن تحرك في مواجهته السلطة التأديبية. وطبعا هذه أخطاء ليست واردة على سبيل الحصر إنما هي أخطاء واردة على سبيل المثال، بحيث إنه يمكن دائما للمشغل أن يستند على ما يشاء من أخطاء ويعتبر أخطاء تأديبية ويحرك السلطة التأديبية في مواجهة الأجير. كل ما هنالك أنه إذا استند المشغل على خطأ جسيم وارد ضمن المادة 39 من الشور فلا يمكن القضاء أن يعمل سلطته التقديرية بخصوصها. ما اعتبر المشرع خطأ تأديبيا جسيما على القضاء أن يعتبره كذلك. أما إذا استند المشغل على خطأ غير وارد ضمن التعداد المصعف من 39 واعتبروا خطأ تأديبيا ولو جسيما فتبقى للقضاء السلطة التقديرية في تكييفه. أولا هل يعتبر خطأ أم لا يعتبر خطأ، وإذا اعتبر القضاء خطأ هل يعد خطأ جسيما أم لا يعد خطأ جسيما. إذن إن هنالك أخطاء تأديبية إن اقترفها الأجير تحرك في مواجهته السلطة التأديبية. إذن في ماذا تتجلى السلطة التأديبية؟ تتجلى في جملة من العقوبات يمكن للمشغل أن يوقعها على هذا على الأجير. نقول قبل أن نطرق إلى هذه أن من حسنات مدونة الشغل التي أتى المجلس المغربي سنة 2004 أنها ألغت لنا العقوبات المالية. المقتضيات القانونية السابقة عن مدونة الشغل كانت تنص على عقوبات مالية، على غرامات يمكن للمشغل أن يوقعها على الأجير المخل بالتزاماته. وكنا نقول كفقه إن هذا غير مستساغ، كيف نحمي الأجر ونسمح في آن واحد للمشغل بأن يقتطع منه؟ ولهذا أتى المشرع المغربي في إطار هذه المدونة وألغى لنا العقوبات المالية ولم يبق سوى على العقوبات المعنوية وعلى العقوبات المهنية. ولذلك إذا اقترف الأجير أي خطأ اعتبره المشغل خطأ تأديبيا وأراد إعمال سلطته التأديبية وحرك هذه السلطة التأديبية فإنه أمام جملة من العقوبات يمكن
أن يوقع على هذا الأجير. طبعا إن هناك خلافا فقهيا حول ما إذا كانت هذه العقوبات واردة على سبيل المثال أم واردة على سبيل الحصر. قلنا منذ لحظات إن الأخطاء التأديبية الجسيمة المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بمعنى أنه يمكن دائما للمشغل أن يوقع ما يشاء من العقوبات على هذا الأجير. كل ما هنالك أنه إذا استند على عقوبة تأديبية واردة ضمن التعداد فلا خيار أمام القضاء سوى أن يسير وفق النهج الذي سلكه المشغل ويعتبر الخطأ خطأ تأديبيا. أما إذا اعتمد المشغل في توقيع العقاب على خطأ اعتبره جسيما وهو غير وارد ضمن التعداد فيمكن للقضاء دائما إعمال سلطة تقديرية في التكييف. قد يعتبر المشغل خطأ ما جسيما ويأتي القضاء ولا يعتبره كذلك، هذا هو القضاء. القضاء يعني مقيد اليدين في ماذا؟ إذا كان ما استند عليه المشغل واردا ضمن التعداد أي مضمنا في المادة 39، ما على ذلك إن القضاء يده ملتقى في إعادة التكييف القانوني للأفعال. إذن العقوبات المنصوص عليها قانونا يقسمها الفقه إلى شقين اثنين أو لنوعين اثنين، إما عقوبات معنوية وإما عقوبات مهنية. فما هي العقوبات المعنوية وما هي العقوبات المهنية؟ تتجلى العقوبات المعنوية في عقوبتين اثنتين، إما أن تكون عقوبة الإنذار وإما يكون التوبيخ. ونقصد بالعقوبات المعنوية أي عقوبات لا يكون لها تأثير مادي مباشر على مركز الأجير، هي مقدمة لاتخاذ إجراءات أكثر جسامة وأكثر شدة مستقبلا إذا تمادى الأجير في اقتراف الأخطاء التأديبية. على أي حال العقوبات المعنوية تتم انطلاقا من المادة 37 في الإنذار وفي التوبيخ. الإنذار أرى بكل تواضع يجب أن تضم الإنذار يتضم تنبيه الأجير إلى المخالفة المقترفة وإلى تحذيره من اقترافها مرة ثانية، وهي مسجدات مدونة الشغل المغربية لم تكن المقتضيات القانون السابق المدونة تتضمنها، ولذلك ولم يشير المشرع إلى أنها هل تكون شفهية أم كتابة، ونرى أن يجب أن تكون مكتوبة لأنها تبنى عليها آثار مستقبلية لذلك لابد أن تكون مكتوبة. ثم هناك ذلك الإنذار، والإنذار هو على العين إما أن يكون ثم هناك عفوا التوبيخ، إما أن يكون توبيخ أول وإما أن يكون توبيخا ثانيا وإما أن يكون توبيخا ثالثا. ثم بعد ذلك يأتي التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى 8 أيام. ثم هنالك العقوبات المهنية، العقوبات المهنية عفوا العقوبات المعنوية تتحدث فقط في الإنذار وفي التوبيخ، أما العقوبات المهنية فتمت في التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز 8 أيام. ثم هنالك النقل من مؤسسة إلى أخرى إذا كانت المقاولة تعرف أكثر من مؤسسة أو من فرع إلى آخر أو من قسم إلى آخر أو من مصلحة إلى أخرى، ولكن هذا النقل سواء كان من مقاولة إلى أخرى عند تعدد عفوا من مؤسسة أخرى عند تعدد مقاولات أو من فرع إلى آخر أو من ورش إلى آخر أو من قسم إلى آخر يجب أن يراعي فيه المشغل محل سكن هذا الأجير. ولذلك الوقت لن نتطرق إلى الإشكال الذي يثار ما بين النقل كعقوبة إدبية والنقل كإجراء إداري، فقد أكون أنا كمشغل أرى بأن هذا الأجير مكانه في مؤسسة دون أخرى فأنقله، فهنا يثار الإشكال هل هذا النقل نقل تأديبي أم نقل إداري. يزعم الأجير أن النقل نقلا تأديبيا
ويزعم المشغل بأن النقل نقل إداري. إن الفيصل في نظر المتواضع هو الاستفادة المادية. إذا استفاد الأجير ماديا من النقل نقول إذا نقل إداري، أما إذا لم يستفيد نقول إذا النقل نقل إداري نقل تأديبي ويجب أن يكون بالتالي مبررا. ثم تأتي آخر عقوبة لعقوبة الفصل عن العمل، عن فصل عمل كآخر عقوبة يمكن للمشغل أن ينزلها بالأجير المخل بالتزاماته، خاصة إذا كان هذا الإخلال يشكل ما يسمى بالخطأ الجسيم. إذا قلنا منذ لحظات إن هناك اختلافا بين الفقه المغربي حول هذه العقوبات، اللي هي الإنذار، اللي هي التوبيخ، اللي هي التوقف عن العمل، اللي هي النقل، اللي هي الفصل، هل هي عقوبات واردة في القانون على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال؟ أنا أقول بكل تواضع إنها عقوبات واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. الدليل أن الواقع المعيش، الواقع والعمل المعيش يفيد أن هنالك عقوبات عملية يعرفها الواقع المعيش ولا تعرفها المدونة، ويسلم القضاء ولا يلغيها هذا القضاء. قد تتمثل هذه العقوبات إما في عدم الترقية أو عدم منح قروض أو منح مكافآت رمزية أو عدم إعطاء هذه المكافآت أصلا أو الدحرجة، يعني الأجير يكون في رتبة وينحرج إلى رتبة أقل منها إلى غير ذلك. فكل هذه عقوبات عملية يعرفها واقع المقاولة المغربية، وكثير ما يصل أمر القضاء ولا يحكم القضاء بعدم مشروعيتها. من هذا المنطلق أنا أقول إن هذه العقوبات المنص عليها نظام قانونا هي عقوبات واردة على سبيل المثال وليست واردة على سبيل الحصر. إذن القانون أو العقد يفرضان على الأجير جملة من الالتزامات، إذا أخل بها المشرع المغربي على غرار غيره خول للمشغل الحق في إعمال سلطته التأديبية، وأن يوقع على الأجير المخل بهذه الالتزامات عقوبات تأديبية معينة. هل إعمال هذه السلطة التأديبية يكون بكيفية مطلقة أم نقول إنه خاضع لقواعد ولإجراءات معينة؟ نقول إن المشرع المغربي لم يكن يفرض على المشغل الذي يريد إعمال سلطته التأديبية أي قواعد أو أي إجراءات على الإطلاق، اللهم إلا ما يتعلق بالفصل، ما يتعلق بالفصل. وكنا نقول نحن كفقه إنه من غير المستساغ أن نخول للمشغل الحق في تأديب أجرائه بدون أن نخول لهؤلاء ضمانات معينة. ولهذا من مستجدات هذه المدونة أن المشرع المغربي أحاط تأديب الأجراء بجملة من القواعد وبجملة من الإجراءات التي يجب على المشغل احترامها عند إعمال سلطته التأديبية، وإلا كان هذا التأديب غير قانوني، كان تأديبا باطلا. إذن ولهذا من حسنات هذه المدونة أنها أتت لنا بجملة من الضوابط، من القواعد، من الأحكام التي يجب على المشغل احترامها عند إعمال سلطته التأديبية. المشرع المغربي يفرض انطلاق من الشغل على الأجير جملة من الالتزامات، وكذلك العقد يتضمن كذلك جملة من الالتزامات على عاتق الأجير. إذا وفى الأجير بهذه الالتزامات كان بها، وإلا فإن المشرع المغربي خول كما رأينا للمشغل جملة من الخيارات. يمكن أن يطالب كما قلنا بالتعويض، يمكن أن يطالب بالفسخ ولو الحق في إعمال سلطته التأديبية. ورأينا بأن هناك جزاءات تأديبية لو الحق في أن يوقعها على هذا الأجير المخل بالتزامته. قبل صدور مدونة الشغل لم يكن المشرع المغربي يفرض على
المشغل على مشغل احترام أي إجراءات، اللهم إلا إجراء بسيط يتعلق بالإنذار بالفصل. وكنا نقول إن هذا كفقه، نقول كفقه إن هذا غير مستساغ، لأن من غير مستساغ أن نعاقب أجيرا عن فعل يزعم المشرب أنه قد اقترفه ونوقع العقوبة التأديبية في غياب أي ضمانة من الضمانات. لذلك من أهم المستجدات التي أتت بها مدونة الشغل أنها فرضت على المشغل الذي يرغب في إعمال سلطته التأديبية احترام قواعد وإجراءات معينة في التأديب، بحيث إن عدم احترام هذه القواعد وهذه الإجراءات يؤدي إلى بطلان العقوبة التأديبية حتى ولو كان الأجير قد اقترف فعلا ما يستوجب هذا التعويض. ولهذا نقول إن من أهم المستجدات، من أهم الحسنات التي تضمنها هذه المدونة سنها لهذه القواعد وهذه الإجراءات التي تختلف بحسب ما إذا كنا إزاء عقوبة الفصل أم غيرها من العقوبات. ولذلك نتناول أولا القواعد التي يحترمها عند في حالة الفصل وقواعد التأديب في غير حالة الفصل. إذن ما هي قواعد التأديب وإجراء التأديب في غير حالة الفصل؟ وقبل أن نتطرق إلى هذه القواعد أشير في عجالة إلى الجهة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية. حينما صدرت مدونة الشغل كثير من الفقه المغربي زعم بأن هنا أن المشرع المغربي قد خلق لنا مجلسا تأديبيا هو الذي خوله الحق في تأديب الأجراء، وأنه قد سحب هذه السلطة من قبل المشغل. أنا أقول بكل صواضع إن هذا غير سليم. كان المشرع المغربي وما زال يخول الحق في التأديب للمشغل، دائما يتحدث المشغل المغربي عن المشغل، له الحق في توقيع، المشغل له الحق، المشغل الحق، إذا لا يتحدث عن المجلسين التأديبيين، ولهذا الذي له الحق في التأديب هو المشغل أو من ينيبه في ذلك، هو الذي له الاختصاص في توقيع العقوبة التأديبية، في تكييف المخالفة، في تحديد المخالفة، في تكييفها وفي توقيع العقوبة المناسبة. إذن حينما يزعم المشغل بأن هذا الأجير قد اقترف ما يستوجب العقاب وأراد أن يعاقبه، فيجب عليه أن يحرك هذه المسطرة التأديبية، أن يحترم إجراءات معينة نص عليها المشرع انطلاقا من مدونة الشغل. وتتمثل هذه الإجراءات انطلاقا من المادة 62 مدونة الشغل في إبلاغ الأجير بالمخالفة والتحقيق معه، في إبلاغ الأجير بالمخالفة والتحقيق معه. يجب على المشغل قبل أن يوقع العقوبة المناسبة على الفعل المقترف من الأجير أن يبلغه بماذا؟ بالمخالفة التي يزعم أنه قد اقترفها، وأن يحقق معه في هذه المخالفة. إنه لذلك مجلس لا يكون مجلس أديبين، وإنما هو مجلس صغير يحضر فيه الأجير مع مندوب النقابي، مع المحامي، حتى المحامي دياله، مع كل ما قد يساعد هذا الأجير في دفاع نفسه لكي نحقق معه ولكي نستمع إلى وجهة نظره، أي نمكنه من الدفاع نفسه. ما هو منسوب لك هو هذا، إذا ماذا تقول فيما هو منسوب لك؟ إذا دافع عن نفسك قبل أن يوقع عليك العقوبة المناسبة. إذا أول إجراءين من إجراءات التأديب إبلاغ الأجير بمخالفة والتحقيق معه انطلاق المادة 62، أي تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه باسم أي طرف مشغل أو من ينوبه، وذلك بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بمقاولة، ويجب أن يختار الأجير بنفسه. وهذا الاستماع يجب أن يكون في إطار حيز زمني محدد اللي هو 8 أيام انطلاق المادة 62، لأنه عدم استماع المشغل للأجير داخل هذا الحيز الزمني المحدد قانونا داخل أجل 8 أيام يدل إما على عدم اقتناع المشغل، بمخالفة، أو أن مخالفة بسيطة إلى من ذلك. إذن يجب استماع الأجير ولكن داخل حيز زمني محدد، لأن كما أقول دائما عدم احترام أو عدم تحريك
المشغل هذه المسطرة داخل هذا الحيز الزمني دليل على عدم اقتناع المشغل بعدم ارتكاب الأجير لأي فعل يستوجب المسألة الدينية، وإما دليلا على عدم أهمية ما هو مسموم لهذا الأجير. ولهذا سقوط أو عدم استماع داخل هذا الحيز الزمني يؤدي في نظري إلى سقوط المتابعة في حقه، وذلك بصرف النظر عن نطاق ومدى الفعل المقترف المنسوب إليه، وذلك حتى لا يفاجئ الأجير بتوجيه ثم إليه بعد مدة طويلة يعجز معها على إثبات البراءة ديالو. إذن أول إجراء يجب على المشغل احترامه وهو الاستماع للأجير وتمكينه من الدفاع عن نفسه بمعية مندوب أجراء أو متنقى يختاره أو أي شخص يرى فيه الكفاءة للدفاع عنه في هذا المجلس. ثم إن هذا الاستماع يجب أن يكون داخل حيز زمني معين اللي هو 8 أيام. ثم كذلك إن اقتنع المشغل بأن الأجير قد اقترف فيما يستوجب العقاب وأراد أن يوقع العقوبة عليه، فيجب عدم جواز تعدد العقوبة على المخالفة الواحدة، لأن المشرع المغربي يتحدث عن توقيع اتخاذ إحدى العقوبات الواردة في المادة 37، إحدى العقوبات الواردة في المادة 37 مادة 37. إذن لا يمكن للمشغل أن يوقع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد، عن الفعل الواحد. طبعا هذا يشير في بعض الحالات أنه قد يقترف فعل الموجب لتحريك السلطة الإدمية ووقع عليك أنا كمشغل إنذارا كعقوبة إدمية ثم اخترقين أرقيك، فهل معنى هذا أنه وقعت عليك عقوبة اثنتين الإنذار من جهة وعلى مطلقين؟ قولوا لا، هنا نقول إن هذا الأجير لم يستوفي شروط هذه الترقية. الإنذار يكون حائلا دون الترقية وليس هناك عقوبة اثنتين. إذن من شروط إعمال السلطة الإدبية جاء عدم تعدد العقوبة عن المخالفة، عن المخالفة الواحدة. من الشروط كذلك الذي يريد الفقه التدرج في العقوبة الإدبية، المادة 37 وكذلك المادة 38 أساسا، وأنا أقول هذا نص قانوني وهو محل نقاش، لأن التدرج في العقوبة يجب أن يكون حسب جسامة الفعل المختلف المقترف. إذا اقترف فعلا جسيما فهل نوقع على عقوبة إنذار؟ إذا اقترف فعلا يستوجب التوقيف هل نوقع على عقوبة توبيخ؟ لهذا أنا أقول إن العقوبة يجب أن تتدرج حسب جسامة الفعل المقترف عفوا. ثم كذلك من الإجراءات التي يجب احترامها إجراء إبلاغ الأجير مقرر العقوبة. لا يكفي الاستماع للأجير وتمكين الدفاع عن نفسه وأن يكون ذلك خلال حيز زمني معين وأن يتدرج في العقوبة ولا توقع أكثر من العقوبة الواحدة، وإنما يجب بعد اتخاذ العقوبة أن تبلغ إلى هذا الأجير المادة 63 يدا بيد أو رسالة مضمونة داخل أجل 48 ساعة المادة 63 من مدونة الشؤون. يجب إبلاغ الأجير مقرر العقوبة. إذا اتخذت العقوبة دون أن تبلغ الأجير فلا أثر لها من الناحية القانونية، ويجب أن تسلم العقوبة إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل أو بوصل رسالة مضمونة مع الإشارة بالتوصل داخل أجل 48 ساعة. هذا إذا تعلق الأمر بالعقوبات غير عقوبة الفصل. أما إذا تعلق الأمر بالفصل فبالإضافة إلى كل ما رأيناه آنفا يجب إخطار كل من الأجير وعون التفتيش داخل أجل 48 ساعة. طبعا في جميع الحالات يجب على المشغل أن يبرر الفصل وأن يثبت هذا الفصل. لا يكفي أن يزعم المشغل بأن الأجير اقترف خطأ جسيما يبرر الفصل، يجب عليه أن يبرر الفصل وأن يثبته انطلاقا من مقتضيات المادة 64 من مدونة الشؤون، والإثبات يقع على عاتق المشغل وليس على عاتق الأجير. ولا حاجة للتذكير بأن هنالك أسباب لا يمكن الاستناد عليها لتبرير الفصل، اللي هي الانتماء النقابي أو ممارسة عمل نقابي. لا يمكن أن يكون يفصل الأجير بسبب انتمائه النقابي أو بسبب ممارسته لحريته أو لحقه النقابي. لا يمكن
أن يبرر الفصل بسبب تقديم شكوى ضد المشغل. لا يمكن أن يفصل الأجير بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو المسؤوليات العائلية. لا يمكن أن يفصل بسبب الإعاقة ما لم يكن من شأنها أن تحد الأذى. أي إن هناك أسبابا لا يمكن للمشغل أن يستند عليها، وإلا كان الفصل غير مبرر. بقي أن نشير إلى أنه إذا كنا نقول إن الفصل يجب أن يكون فصلا مبررا وأن يثبت من قبل المشغل، فإن هذا الفصل يجب أن تكون أسبابه واضحة ودقيقة ومحددة، سواء كان موسى الأجير أخطأ مصعلي قانونا أم أخطأ غير منصوص عليها وذلك تفاديا لأي تأويل عند عرض النزاع على القضاء. وطبعا كما قلنا إن الإثبات يقع على عاتق المشغل وليس على عاتق الأجير. ودائما في إطار التأديب يثار الإشكال حينما نقول الخطأ الجسيم. ما هو الخطأ الجسيم؟ الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي يبرر الفصل فورا بدون أي تعويض. هذا كنا نقول سابقا قبل مدونة الشغل. تساؤل يثار، إذا اقترف الأجير خطأ جسيما ولو مضمنا في إطار مدونة الشغل 39، هل اقتراف هذا خطأ الجسيم يعفي المشغل من احترام إجراء التأديب؟ ذهب جامع الفقه إلى ذلك. نقول لا، أقول بكل تواضع إن الخطأ الجسيم لا يعفي المشغل من احترام إجراءات وضوابط التأديب، ونقول إن كل تأديب خارج هذه الضوابط يعد تأديبا غير مشروع، حتى ولو كان ما اقترفه الأجير يعد خطأ جسيما واردا ضمن التعداد المنص عليه في المادة 39 من مدونة الشغل. إذا كنا نقول إن على المشغل احترام هذه الضوابط التأديبية المنص عليه قانونا، فما هو الجزاء يا ترى في حالة ما إذا لم تحترم هذه الضوابط؟ المشرع ساكت. بعض الفقه يقول لا مطلب نص. أنا أقول هذه قواعد آمرة كما رأينا في البداية، لا يمكن مخالفة واتفاق على ذلك. ولهذا كل عدم احترام للضوابط المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدة الشغل تجعل التأديب باطلا والعقوبة كأن لم تكن. هذه إجراءات آمنة لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على ذلك. ولهذا إن جزاء مخالفة التأديب هو بطلان العقوبة المنصوص عليها، العقوبة التي أوقعها المشغل على هذا الأجير. إذن قلنا إن الأجير المخالف التزاماته يكون محل تأديب، والأصل أن التأديب من اختصاص السلطة العمومية، ولكن استثناء المشرع خول للمشغل الحق في هذا التأديب. هل سلطته في ذلك سلطة مطلقة؟ نقول لا. إن المشرع المغربي خول للمشغل الحق في تأديب أي مجرى المخالف التزاماته، ولكن هذه السلطة التأديبية تمارس تحت مراقبة القضاء، بمعنى أنني أنا كأجير إذا كنت مقتنعا بل اقترفت ما يستوجب العقاب ومقتنعا بالجزاء المقترف المطبق علي الموقع علي كان بها. أما إذا جادلت المشغل سواء في الفعل المقترف أو في العقوبة فإن الملاذ هو القضاء. إذا نقول دائما إن السلطة التأديبية ليست بسلطة مطلقة، إنما هي سلطة تمارس تحت مراقبة القضاء، وذلك انطلاقا من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل. ولكن إذا كنا نقول إن السلطة التأديبية تمارس تحت مراقبة القضاء، التساؤل يثار، ما هو نطاق ومدى هذه السلطة التأديبية؟ ماذا عسى يا ترى القضاء أن يفعل إذا رفع النزاع إليه؟
المشرع المغربي ساكت، لم يبين لنا نطاق ومدى هذه السلطة التأديبية. ولهذا نقول نطاق ومدى سلطة القضاء في تكييف الأخطاء وملائمة العقوبات التأديبية. نقول إن من سلطة القضاء أن يعيد النظر في التكييف الذي يعطيه المشغل للفعل أو للخطأ التأديبي. ما قد يراه المشغل جسيما قد لا يراه القضاء كذلك، وبالتالي من حقه أن يعيد النظر في التكييف القانوني للفعل المنسوب للأجير. اللهم إلا إذا كان ما هو منسوب للأجير منصوص عليه مقتضى المادة 39 من مدونة الشهر. هنا أقول لا اختصاص للقضاء في إعادة النظر في التكييف القانوني لهذا الفعل، ما اعتبره إذا كان مستند عليه المشرع المشغل في فصل الأجير والسرقة وأثبت هذه السرقة، فلا يمكن القاضي أن يقول السرقة ليس بخطأ جسيم، لأنه حين ذلك سيعيد النظر في موقف المشرع وهذا ليس من حقه. إذا قام المؤجر بسب المشغل وأثبت المشغل هذا السب أمام القضاء، فليس من حق القضاء أن يقول إن السب لا يعد خطأ جسيما. لماذا؟ لأن المشرع يعتبره كذلك. ولكن إذا كان مثلا على المشغل غير وارد من التعداد، فيمكن دائما للقضاء أن يعيد النظر في التكييف القانوني للفعل المنسوب للأجير. طيب، قلنا إن القضاء من حقه أن يعيد النظر في التكييف القانوني للفعل المنسوب للأجير، هل من حقه أن يعيد النظر في العقوبة التأديبية ويقول إن هذا الفعل لا يستحق الفصل وإنما فقط التوقيف؟ نقول لا، القضاء إما أن يقول إن الفعل مقترف فعلا وأن العقوبة مشروعة، وإما أن يقول إن الفعل غير مقترف وبالتالي لا عقوبة، ويحكم إما برجع العمل وإما بالتعويض، ولا حق له في أن يعيد النظر في الفعل في العقوبة المقترفة من قبل على ما كان إليه قضاء المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا. إذن تبقى في النقطة الأخيرة في المجال التأديبي، كما قلنا إثبات الخطأ التأديبي هو من واجب واجب المشغل، من واجب السلطة التأديبية، حق للمشغل يمارسه كما قلنا تحت مراقبة القضاء، ولكن يجب عليه إثبات أخطاء تأديبية. إثبات الخطأ التأديبي كل خطأ تأديبي غير مثبت أمام قضاء لا يلتفت إليه ولا يعتد به. قلنا إن عقد الشغل هو اتفاق بين طرفين أو أكثر، بمقتضى هذا الاتفاق شخص يقدم عمله وهو الأجير في إطار من الرقابة والإشراف والتوجيه نظير مقابل، وقلنا إن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة في ذمة طرفيه، وأنه عند الإخلال بهذه الالتزامات يكون من حق المشغل تحريك السلطة التأديبية. ولكن هذا العقد ليس بعقد أبدي، وإنما هو عقد قد ينتهي لسبب من الأسباب. وأسباب انتهاء العقد على ثلاث أنواع: إما أن تكون أسبابا عامة ومشتركة يشترك في عقد الشغل مع غيره من العقود، وإما أن تكون أسبابا خاصة بعقد العمل غير محدد مدة، وإما أن تكون أسبابا خاصة بعقد عمل محدد المدة. إذن ما هي يا ترى الأسباب التي من الأسباب العامة التي ينتهي بمقتضاها عقد العمل مع سواه من العقود الأخرى؟ أولا استحالة التنفيذ. إذا استحال تنفيذ عقد العمل
فإن هذا العقد ينتهي، لأنه الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، واستحالة التنفيذ هي أسباب انقضاء الالتزام بصفة عامة بما في ذلك في إطار عقد العمل. إذا استحال تنفيذ الالتزام فإن عقد العمل ينتهي، ينتهي العقد ذلك بالبطلان. البطلان هو جزاء يلحق العقد نتيجة تخلف ركن من الأركان أو إذا نص القانون على ذلك. إذن عقد العمل أو عقد الشغل يشترك في هذه الخاصية أو في هذا السبب مع غيره من العقود. إذا كان عقد العمل ينصب على نقل مخدرات أو على إنتاج أسلحة أو على تزييف نقود، نقول إن هذا المحل غير مشروع والعقد باطل مطلقا 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 مطلقا. قلنا إن العقد هو اتفاق طرفين والاتفاق على إحداث أثر قانوني. إذن كما اتفق الطرفان على إنشاء العقد وعلى إحداثه لآثاره القانونية، قد يتفق الطرفان كذلك على إنهاء هذا العقد. ينتهي العقد كذلك إذا عجز العامل أو الأجير عن القيام بالعمل لمدة طويلة أو إذا مرض مرضا طويلا طويل الأمد. إذن قلنا إن عقد العمل عقد بمقتضى يقوم شخص بقيام العمل، إذا عجز إذا أثبت المشغل بأن الأجير صار عاجز لقيام العمل فإن هذا العجز يؤدي إلى انقضاء عقده إلى انقضاء عقد العمل. وكذلك إذا مرض مرضا طويلا ومرض طويل كما حدد المشرع 180 يوما متتالية، فإن هذه المدة المتتالية 180 يوم تؤدي إلى انقضاء عقد العمل. ينقضي العقد كذلك باقتراف الخطأ الجسيم من قبل الأجير وكذا من قبل حتى المشغل. دونك هذه أسباب عامة يشترك فيها عقد العمل مع سواه من العقود الأخرى. وهناك أسباب خاصة بالعقد محدد المدة. ما هو العقد محدد المدة؟ العقد محدد المدة هو العقد الذي يتفق فيه الطرفان على مدة معينة، سنة، سنتين، أربع سنوات، شهر، 15 أسبوع، حتى يوم واحد. إذا انقضت هذه المدة الزمنية المتفق عليها فإن العقد ينتهي وتنتهي معه كل التزامات الطرفين. أما العقد غير المحدد المدة، والعقد غير المحدد المدة هو العقد الذي لم يتفق فيه الطرفان على مدة معينة، ولما ينتهي بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه مع إخطار الطرف الراغب في إنهاء بإرادته في إعمال سلطته في إنهاء هذا العقد. إذا العقد غير محدد المدة لا يتفق فيه الطرفان على مدة معينة، وإنما ينهى بماذا؟ بالإرادة المنفردة لمن؟ لأي من طرفيه. كل ما على هذا الطرف هو إخطار الطرف الآخر برغبته في إعمال ما يخوله إياه المشرع من حقه في الإنهاء. هذا العقد ينتهي بالإرادة المنفردة مع ضرورة إخطار الطرف الآخر بهذه الصورة. طبعا هناك الأسباب، أنهاء الأسباب التكنولوجية أو هيكلية، وهذه أمور لا يسعف الوقت لتناولها. إذن العقد ينتهي إما بسبب مشترك لي البطلان، الإبطال، خطأ الجسيم، موت الأجير إلى غير ذلك، أو إذا تعلق الأمر بعقد محدد المدة بانتهاء المدة دياله، أو بالإرادة المنفردة إذا تعلق الأمر بالعقد غير المحدد المدة. إثبات مبررات الإنهاء يقع على الطرف الراغب في الإنهاء. إذا انتهى هذا العقد فإن هذا الانتهاء يرتب آثارا معينة، وهذه الآثار تختلف بحسب ما إذا كان إنهاء مبررا أو إذا كان إنهاء غير مبرر. إنهاء عقد العمل إما أن يكون مبررا وإما أن يكون غير مبرر. ما هو الإنهاء المبرر وما هو الإنهاء غير المبرر، وما هي آثار الإنهاء المبرر وما هي آثار الإنهاء غير المبرر؟ الإنهاء المبرر هو الذي يستند فيه من لجأ إليه على سبب وجيه المشروع، مرض هذا الأجير مرضا طويل الأمد فاق 180 يوم، من حقي أنا كمشغل أن أنهي عقده. المشرع يخول ذلك، اقترف هذا الأجير خطأ جسيما، من حقي أن أنهي هذا العقد، هذا إنهاء مبرر. أما الإنهاء غير المبرر
فهو الإنهاء الذي لا يستند فيه من لجأ إليه على أي سبب وجيه، تعسف في استعمال المكنة المخولة إليه. وآثار الإنهاء تختلف بحسب ما إذا كنا إذا إنهاء مبرر أو إنهاء غير مبرر. الإنهاء غير المبرر، الإنهاء غير المبرر أي الذي ليس يستند فيه صاحبه على سبب وجيه. من حق المتضرر المطالبة الودية. ما معنى المطالبة الودية؟ أي اللجوء إلى مفتي الشغل للمطالبة بإصلاح الدين. وغالبا ما يكون هذا الطرف هو الأجير الذي يلجأ إلى قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة، يلجأ إلى مفتي الشغل من أجل القيام بإجراء محاولة الصحبة بينه وبين مشغله من أجل الرجوع إلى العمل أو من أجل الحصول على التعويض المنصوص عليه. إذن قبل اللجوء إلى القضاء هناك ما يسمى بالمطالبة الودية التي تتم أمام مفتشية الشغل. إذا لم تفلح هذه المسطرة أو إذا لم يلجأ إليها، ليس المسطرة إلزامية، يلجأ إلى المطالبة القضائية. المطالبة القضائية أي إن الطرف المتضرر يلجأ إلى القضاء، وحينما يلجأ إلى القضاء فإن القضاء ينظر في النزاع، فإذا وجد أن هنالك إنهاء غير مبرر لعقد العمل وكان الطرف المتضرر هو الأجير، فإن القضاء له الخيار بين أمرين اثنين: إما أن يحكم بالرجوع إلى العمل، وإما أن يحكم بالتعويض. إذا القضاء من سلطته الحكم بالرجوع إلى العمل، المادة 41 من مدونة الشغل، وله الحق كذلك في أن يحكم بالتعويض والتعويض يكون على ثلاث أنواع. هناك التعويض عن أجل الإخطار، المادة 43 من مدونة الشغل، وكذلك المادة 51 من مدونة الشغل، من أجل الإخطار، أي إن المشرع المغربي ينص على مدة الإخطار، أي أجل الإخطار نقصد به المدة الزمنية الفاصلة بين الإخطار في حد ذاته وما بين دخول الفصل حيز التنفيذ. أجل الإخطار نقصد به المدة الزمنية الفاصلة بين الإخطار بالفصل وما بين دخول الفصل حيز التنفيذ. إذا لم يراعي المشغل هذه المدة الزمنية فإن من حق الأجير تعويضا عنها يختلف حسب فئات الأجراء. ثم هنالك التعويض عن الفصل، وهذا نص عليه المشرع المغربي في المادتين 52 و53 من مدونة الشغل، وهو له شروط معينة: أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة. أما إذا تعلق بعقد الشغل محدد المدة فلا مجال لتحدث عن التعويض على الفصل. إذا أول شروطه أن يكون عقده غير محدد المدة، ثانيا أن يكون الفصل من قبل المشغل فقط لا غير. أما إذا كان الإنهاء من قبل الأجير فلا حق له في المطالبة بالتعويض عن الفصل. الشرط الثالث أن لا يكون الأجير قد اقترف خطأ جسيما. لا مجال للمطالبة بالتعويض على الفصل إذا كان المشغل قد فصل الأجير لاقتراف خطأ جسيم. الشرط الرابع يجب أن يكون الأجير قد اشتغل في خدمة مشغله مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. والشرط الخامس أن يكون الفصل فصلا نهائيا. إذن هذه الشروط الخمسة يجب استجماعها للمطالبة بالتعويض على الفصل. إذا اختل ولو شرط واحد فلا حق للأجير في المطالبة بهذا الفصل. ومدة ومقدار هذا الفصل يختلف حسب المدة الزمنية التي يكون قد قضاها الأجير في خدمة مشغله. إذن إذا كان لم يقضي سوى 5 سنوات فما أقل، فيكون من حقه 96 ساعة عن كل سنة من سنوات الخدمة. إذا قضى سنة واحدة فقط لا غير له تعويض 96 ساعة فقط لا غير. إذا كان يشتغل لمدة مثلا 10 ساعات مثلا عن الساعة الواحدة من حقه 960. إذا كان 20 درهم للساعة الواحدة، 20 مضروبة 99 على 5 سنوات الأولى، إذا 96 عن كل سنة، 5 سنوات 96 مضروبة في 5.
إذن 144 على الخمس سنوات الثانية، 192 على الخمس سنوات الثالثة، و 240 على المدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشر. ثم يأتي بعد ذلك التعويض عن الضرر. وقبل ذلك نشير إلى أن المشرع المغربي قد حمى مندوب العمال والممثلين الأقيم فضاعف لهما التعويض. إذا كان أجير عادي غير مثلا 96 ساعة، فإن الأجير له صفة للمندوب أجراء ومثلا يأخذ ضعف ما يأخذه أجير عادي. ثم يأتي ثالثا التعويض عن الضرر، وهو التعويض الذي كان سابقا يحدد القضاء، أما في إطار مدونة الشغل حددته مدونة الشغل في إطار شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات خدمة، بشرط ألا يتعدى سقف 36 شهر عن كحد الأقصى. إذن هذه هي التعويضات التي يستحقها الأجير في حالة ما إذا فصل فصلا تعسفيا، إذا أنهي عقدها عقديا، يأخذ التعويض عن أجل إخطار، ويأخذ التعويض عن الفصل، ويأخذ التعويض عن الضرر إذا كان إنهاؤه إنهاء غير مبرر. أما إذا كان إنهاؤه إنهاء مبررا، فإن هذا الأجير لا يستحق سوى تعويضين اثنين. إذا كان إنهاء عقد الأجير إنهاء مبررا، أي يستند فيه المشغل على سبب وجيه كما قلنا مرضه طويل الأمد أو عزو عن العمل أو لأسباب تكنولوجية أو هيكلية، أي أو سبب وجيه، فإن الأجير لا يستحق سوى تعويضين اثنين، هما التعويض عن أجل الإخطار والتعويض على الفصل، ولا يستحق التعويض عن الضرر الذي يبقى من خصوصيات الإنهاء غير المبرر فقط لا غير. طبعا كان هذه محاضرات فيما يتعلق بعقد العمل دون نظام العمل الذي نتركه إلى فرصة أخرى بإذن الله.